يا صباح الخير والعافية عليكم مشاهدينا الكرام، من جديد نمسي عليكم ونصبح عليكم بنفس الوقت. طبعا اليوم وكل يوم خميس راح نستقبل المواهب. حقيقة أفرح كل شهور لما أشوف هالقد عندنا فنانين وهالقد عندنا شعراء وهالقد عندنا طاقات ومواهب. حقيقة الأشياء كل جميلة، ومتابعاتكم ومشاركاتكم كلش فرحتنا. راح نبدي وياكم بمشاركات العوائل العراقية الكريمة، وخلونا نشوف هذا المقاطع من رسومات ومشاركاتهم. طبعا شكرا لمشاركة العوائل العراقية، وبالتحديد الطفلة اللي شفناها بالبداية أسينات سرمد صبار من محافظة بغداد، وهي طفلة يقارب عمرها 5 سنوات، يا رب يحفظها الأهلها. وأيضا جنات حسن الركابي لهذه العائلة الكريمة، وحقيقة اللي أهلها لما تواصلوا ويانا عرفنا حجم الدعم اللي موفرين لهذه الطفلة والاهتمام وأشياء، هذا كلش تفرحنا. يعني مقابل الأزمات اللي نعيشها نشوف أشياء كل جميلة ولطيفة. خلينا نكمل ونشوف باقي مشاركاتكم. طبعا شفنا هذه المشاركات الجميلة من الطفلة الراقية والموهوبة والفنانة داليا أحمد من محافظة الموصل، وشفنا شلون عالجت بعض المواضيع منها أزمة كورونا، الماسك وأيضا كورونا، وفهمها للطبيعة. طبعا لما رسمت مثل ما نعرف يعني أبناء الموصل الكرام بعد الأزمة اللي صارت شفنا حجم التدمير، وهي شفنا الطفلة شلون عالجت الموضوع، عالجته بجمال، رسمت البيوت بطريقة سلسة جدا والطبيعة الخلابة في محافظة الموصل. والطفلة الثانية اللي اسمها شمس أحمد، حقيقة أنا أشعر أنه هي مصممة أزياء أكثر من كونها رسامة، رسمت الأزياء بطريقة كلش أنيقة وكلش كلاس، مبادرات ومشاركات تفرح. خلونا نشوف بعد إذا أكو وجبة. تمام، السيد المخرج يقول هذه آخر مشاركة لهذه اليوم. طبعا جتنا كل شوية مشاركات وكل شوية حقول، وخصوصا فرحتني مشاركة في مجال الطبخ، طفلة تطبخ بطريقة جدا رائعة، وأيضا في الغناء وإلقاء الشعر، وهذا الشعب العراقي معروف بهذه الإمكانيات، وأيضا في كرة القدم. ننتظر مشاركاتكم هذا الخميس وكل خميس. اليوم ويانا أنا واحد من هذه الطاقات والمواهب، أنا اليوم أخذت نظارته وأخذت دفتر الرسم مالته وألوانه. طبعا هذا الطفل الموهوب حقيقة، وهو أستاذ ورسام أكيد. طبعا ضيفنا لهذا اليوم يرسم في مجال الأنيميشن. خلونا نبدأ نحاور. يا مساء الخير أستاذ. مساء الخير، شلون أحوالك؟ زين الحمد لله، يا رب تكون بخير. احكي لنا عن بداياتك، أنت شلون بديت بهذا المجال الرسم؟ والله أنا شفته بالإنستغرام باليوتيوب وكلش عجبني، فقلت خل أجرب، وما طول هاي فترة حضر، قلت أجرب، وجربت أول مرة وطلعت يعني وياي حلو، فأني ظليت استمر ويعني صار رسمي حلو يعني زين، وأني لأن أنا أحب الأنمي فقمت ارسم من الانمي. قبل ما ندخل بالانمي، اولا فكره كلش حلوه، وش خرج لك مناظر كثير لو اخذها؟ لا بالعكس، هاي هديه لك. اول شيء طبعا فكره كلش حلوه انه انت استغليت فتره الحظر، وندعوك طبعا كل المشاهدين انه كلش اكو اشياء جميله نقدر نمارسها بالحظر وما نخليها ياثر علينا، ففكرتك كلش حلوه، انت باشرت في فتره الحظر استغليت الفرصه، شلون الاهل وفروا لك الادوات اللي تخليك ترسم؟ وفروا لي اياها طبعا،
وانا يعني هذني كلش يعني هم جابوا لي اياها تعبوا فانا اشكرهم. انا خلي اول شيء وانت بدك تحكي انا خلي اراوي. طبعا الاستاذ مصطفى هو ابن المخرج المبدع فراس الشمري، تحياتنا له اكيد. وطبعا هو يعني فراس الشمري يمتلك رؤية إخراجية وفهم للعملية الإخراجية شلون تكون وعملية استثمار العناصر في كل فريم وفي كل مشهد أنتوا تشوفوا. طبعا هذه الألوان هي عادة ما يستغلها المحترفين، هذه الفايبر كاسل هي هذه ألوان خشبية لكن بها مميزات كلش هواي. وهاي الألوان نقدر نمزج وندمج بين لونين وأيضا نقدر نحدد الأوتلاين. طبعا الأستاذ مصطفى خلينا نحكي بالأنيميشن، انت اختاريت من الانيميشن المدرسه اليابانيه أيه. اللي هي سموها المانجا. طبعا مدارس الانيميشن كلش هوايه، مثلا اكو الثري دي هذا جانب وعالم يمشي لوحده، والتو دي هو جانب اللي هو انا مختص به طبعا، هو جانب اللي هو يروح على مدرسه والت ديزني توم وجيري، يعني بداياته كانت هناك. هذه المدرسه هي كلش ماتعه ومحببه وقريبه لكل الناس، كون انه احنا كلنا تربينا تقريبا على هذه النماذج من أفلام الكرتون. طبعا تكون دائما مصاحبة للموسيقى، الموسيقى تكون غاية في الروعة، يعني أكثرها موسيقى كلاسيك. مؤخرا صارت مدرسة الأنمي الياباني واحدة من أشهر المدارس، كون اليابانيين أبدعوا فيها وأنتجوا الكثير، أكو مؤسسات رصينة جدا في هذا المجال وتقريبا احتلت العالم بهذا الخصوص. يعني فأنت تأثرت بالمانجا او المانجا يسموه العرب أي. شنو اقرب الشخصيات اللي خلتك انت تحبها وليش انت اختارت هذه المدرسه من غيرها؟ يعني انا احب هواي شخصيات من الانمي، خاصه من انمي اتاك اون تايتن وشخصيه ليفاي، لان مرات اصدقائي يقولون لي انت تشبه شخصيه ليفاي ما ادري ليش، يقولون لي انت هادئ ومرات تصير عصبي، فانا كلش احبها. صحيح أنا بعدني ما رسم لها بس راح أرسم لها إن شاء الله شخصا. إن شاء الله إن شاء الله. طبعا هذه الرسومات المصاحبة هذه من المشاركات اللي إجت من أدنى استعرضها وأعمال مصطفى، هذا تحديدا هذا الشغلك أستاذ مصطفى أيه. تمام. طبعا هسه راح نحكي بالتفصيل عن المانجا. المانجا هو يعني أول ما يبدي هو عملية صناعته احترافيا، حتى اللي ما يعرف يتعلم هسه شلون الصيد. طبعا بالبداية كانوا يشتغلون فريم باي فريم، يعني كل حركة تتليها الحركة الثانية والثالثة، عملية تحريكها بسرعة راح ينتج لنا فيلم، وهي مثل ما تشتغل الكاميرا بالضبط. قبل كانت اكو تجارب يرسمون على دفتر صغير ويحركوه بسرعة فتنطيه هذه الحركة، فهمت؟ فهي اكو برامج هسه اللي هي الفوتوشوب، وهذه البرامج نفس الشيء تجمع الفقر واحد ورا الثاني بحركات مختلفة الى ان تعطينا حركة. مؤخرا تطور هذا، صارت اكو برامج مثل الموهو، مثل يعني اكو برامج هي مختصه بس بالحركه، وبالصوت اكو برامج مختصه. مبدئيا عمليه صناعه الفيجر هي تنشغل بالفوتوشوب او بالرسم المباشر، يعني السكتش الاولي يرسم على الورق مثل ما انت مسوي، راح اطلع الرسومات مالتك. طبعا هي اكو عده عناصر بالمانجا، هذا راح استعرضها هنا. هذه طبعا مبدئيا عمليه رسم المانجا اكو الباك جراوند فيس، هذا يكون من لون واحد واللون الثاني هو لون الظل، هيك الرسم. الطريقه الثانيه اللي هي رسم العيون، حركات العيون تكون متغيره، فتطفى عين يشغل وحده، تطفى يشغل وحده، اللي هي يصير بها هذا الاوتلاين القوي اللي هو الخط الخارجي يكون بطريقه يعني قويه وحاده. النوع الثالث او الطريقه الثالثه هو رسم الشعر بهذه الطريقه اللي هي السولد احنا نسميها، اللي هي مليانه وتجي عليها ريفليكشن اللي هي اللمعات، اما تكون باللون الاخضر او اللون الاصفر، واخيرا الباك جراوند اللي يصير الخلفيه للرسمه وطريقه الازياء. هذه عمليه اخراجها، طبعا استاذ مصطفى اتقن هذه الرسمه ورسمها بطريقه جميله جدا، اهنيك يا استاذ مصطفى. هذه بالجانب الاخر. طبعا هنا بالمدرسه اليابانيه مانجو احترف الفنان الياباني صناعة المؤثرات والمزج بين الأشكال، يعني بطريقة الكوميكس اللي كنا نشوفها قبل بالإصدارات المطبوعات الورقية، هذه الطريقة أنه يدمج شخصيتين على شكل حوار، إما بهذه الطريقة اللي هي متكسرة أو يحط خط فاصل بيناتهم. والرسمة الثانية الأستاذ مصطفى أريدك أنت تحكي لنا عليها، هاي شنو اسم الشخصية؟
اسمها طبعا هاي الشخصية من استعرض على هذه الكاميرا. هاي الشخصية من انمي كيمستو نو يابا، وطبعا هاي هو واخته. اسم الشخصية اسم الشخصية والله نسيت. وقفها ثبتها قدام الكاميرا، نسيت اسمها صراحة. بس هاي الشخصية هي هاي اول رسمة لي. ثبتها حتى المشاهد يشوفها. طبعا نفس طريقة الرسم اللي حكينا عنها قبل قليل، عادة بالرسوم الانيميشن العيون تكون متباعدة عند الاطفال، وايضا حركة الانف والفم تكون بطريقة بس الاوتلاين، يعني ما تنشغل ماكو بيها تجسيم، وطريقة الحاجبين تكون متحركة، الشعر مثل ما حكينا عليه يكون ثابت، واكو ريفليكشن عادة او اللمعة اللي هي تصير تطير خارجي. اقلب الرسمة لو سمحت. هاي اخته اسمها نزيكو، من نفس ما قلت من انمي كيمستو نو يابا. هاي الشخصية هي تحولت شيطان، فاني هي كانت تعجبني الشخصية بالانمي فاني رسمتها. هي ذني اول اثنين، اول رسمتين وانا راسمها. زين اكو شفت هسه المشاهد الكريم اكيد انتبه لانه اكو كتابة بخطوط اليابانية. هي. انت تقدر تقرا ياباني لو قدرت تفهم وتحفظ طريقة رسمها. هي هذا مو كله، مو كل الاسم، بس مو الكتابة اليابانية يعني هسه صعبة بالضبط. فالي هاي اسم الانمي بالياباني. طبعا هو المعروف انه اللغة اليابانية هي واحدة من اصعب اللغات بالعالم، كونها يعني تشتغل على طريقة المقاطع، لكن اكو تأثير لافلام الكرتون. والمتلقي العزيز ايضا تقريبا كل الناس فكرت بهذا الموضوع، عادة الاطفال لما يكبرون اول ما يبدون يحكون باللغه العربيه الفصحى متاثرين بافلام الكرتون، يعتقدون انه اللغه العربيه الفصحى هي لغه ابطال، فتشوفه ينطق مثل افلام الكرتون يحكي مثلهم، لكن للاسف مجتمعاتنا والاهالي والعوائل الكريمه ما يفهمون انه يشجعون هذه الطاقه عند الطفل وتحسسه انه هو بطل، دائما يقمعون ويضحكون او يسخرون من هذه طريقه الحوار والحديث. واتمنى من كل اللي يشوفوني هسه يشجعون اطفالهم على الحديث باللغه العربيه الفصحى، كونها راح تنمي شخصيتهم وتنمي عندهم الاعتزاز بالذات. خلينا نشوف هذه الرسمه الاخيره استاذ. هنا اكو اكثر من رسمه بالدفتر، طبعا بدنا نشوف الدفتر كلش انيق، عمليه التأطير بطريقه فنيه حقيقه رائعه جدا، انه ترك هذا البياض كجزء من اخراج العمل بطريقه ناجحه. اكو فهم انه الظل اللي موجود على الاسنان سواه بس خط واحد، يعني ما يحتاج برش ولا شيء، هو خط واحد اكده. وطريقه رسم الفم هذه اللي هي تعطي دلاله على الغضب اجاد استاذ مصطفى في رسمها، وصل لنا احساس هذه الشخصيات. طبعا من هنا راح انطلق الى جوانب اخرى، لكن بعد ما نشوف باقي الرسمات. هذه الرسمة انت راح تحكي لنا عليها يا استاذ مصطفى، انا راح اثبتها. هاي الرسمة اسمها لوفي، من اكيد من انمي ون بيس. هاي الرسمة اخذت مني تقريبا 13 ساعة ونص، بس مو متواصلة، متقطعة. هنا عندنا هو قاعد يقاتل، وهنا وراء غروب، وهناك اكو حجار او صخر، ايده حاطها على حلقه. كلش تعبت في هاي الرسمة صراحة، وجهدك ما ضايع حقيقة. نفس الموضوع اللي حكينا بيه عملية إخراج اللوحة، وأتمنى كل الموهوبين ينتبهون لهذا الموضوع، ترك الفراغ هذا جزء من عملية إخراج اللوحة وطرق الإظهار. وأيضا أكو جانب مهم أستاذ، أنت أكو ذكاء بعملية الاختيار، يعني أكو بعض اللقطات اللي نشوفها نشوف فيها موف، يعني بعض الصور نشوفها نشوف فيها حركة، هذا عملية السحب اللي هو مأديها. طبعا انت ماخذها من المشهد. اي هذه الحركه تعطيك احساس، هذه اللي يفهم بعمليه انشاء الانيميشن يركز كلش على هذه التفاصيل، يعطيك احساس ان هي الاشياء قاعده تتحرك مو ثابته مو استلات. فاجبت واحسنت، وكل الاشياء اللي دا اشوفها ناضجه، قوه الاوتلاين عندك او الخط الخارجي، ذكائك باختيار قلم السوفت، والشعر اذا تشتغل بقلم الماجيك اعتقد لو الوان ما اكو بعد رسمات اللي هي هذه التخطيطات الاوليه اللي احنا نسميها السكتشات. هذه اهم ما بالعمل، المرحله الاولى او المرحله الدراسيه، ما اعرف يمكن تطلع برايت بالكاميرا من بينها تقريبا. اي هذه هي اهم مرحله، عمليه رسم الاوتلاين للاشكال، هذه تعتبر هي المرحله الاساسيه والمفصليه.
كون انه انت بعدين شنو اللي راح تسوي، شنو راح تضيفه، هي الاشياء تعد اكثر. يعني انت عمل الخطوه الاولى او الدراسه الاولى، السكتش اهم شيء طبعا، اذا كان صحيح بعدين التحضير. احسنت احسنت واجد. طبعا هنا راح نكتفي بعمليه استعراض اعمالك، وان شاء الله هذا راح يكون حافز لك اولا انه تستمر بهذه المسيره، ونقدم التحيه لعائلتك على هذا الجهد وعلى تحفيزك وتشجيعك، وكل العوائل اللي حقيقه تواصلت ويانا لهم كبير الشكر على اهتمامهم بتنشئه جيل عنده ذائقه جماليه. قبل ما انا وش اسمع من عندك كلمه لكل زملائك اللي هم اكثرهم طلاب وقاعدين ببيوتهم هسه، ويمكن دا يستثمرون وقتهم بطريقه غلط، فانت اذا تشرح لهم وتعطيهم نصيحه. أنا كنت ببداية الحظر كنت ما أرسم، بس صار الحظر تقريبا قبل 3 أشهر بديت أرسم وطورت من موهبتي. الصبح مثلا أقعد على الموبايل شوية ألعب بلاي، بس بالليل تقريبا من 8 لحد 2 بالليل أنا كله أرسم، فقاعد أتعلم وقاعد أطور موهبتي. فاللي عنده موهبة خلي يطورها أحسن مما قاعد يضيع وقته. وطبعا اللي عرفته من خلال حوارنا خارج الاستوديو انه انت عندك حساب على الانستغرام، وانت شاطر ايضا بالترويج عن اعمالك. يعني اليوم مو كفايه انه الطفل او الموهبه او الرسام انه هو يرسم، جزء اساسي او الجزء الاهم في عمليه انتاج العمل هو تسويقه. يعني العمل اذا ما شاف شنو قيمته، يعني اذا انت ترسم العمل وضمه عندك شنو قيمته. فايضا هذا الفكره ذكيه من عندك انه تسوي حساب وتنشر اعمالك، ويا رب كل التوفيق لك في حياتك وفي مشوارك الفني. وفي الختام ندعو كل مشاهدينا الكرام بارسال مشاركات مواهبهم وابنائهم وتحفيزهم، وان شاء الله القادم افضل واجمل. الى هنا تنتهي الحقيبه الثقافيه، وننتقل مع الزميله الرائعه الى فقره ميكس. خلينا نروح نشوفها ونرجع.